مهرجان العالمين في نسخته الثانيه مليان بالفعاليات الرياضيه والمهمه والكبيره، والفعاليه الرياضيه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي هي فعاليه مختلفه ومن نوع خاص وقويه جدا، وهي فعاليه وبطوله قضية MMA مجموعة من الألعاب القتالية المهمة جدا زي الكيك بوكسينج والبوكسينج والمواي تاي والجيجيتسو وغيرهم من الألعاب القتالية للدفاع عن النفس. وأكيد علشان نتكلم بالتفصيل عن بطولة قضية MMA هيكون معنا أستاذ مصطفى القاضي المؤسس والمدير التنفيذي لبطولة قضية MMA. مساء الخير أستاذ مصطفى، منورنا على شاشة القناة الأولى. مساء النور أستاذ فاطمة، مبسوط أن أنا موجود مع حضرتك. احنا كمان مبسوطين جدا وعايزين نعرف من حضرتك سبب إقامة بطولة كبيرة زي بطولة قضية MMA في مهرجان العالمين في نسخته الثانية وكمان مدينة العالمين خصوصا. سعيد بتواجدنا هنا، سعيد ان احنا قدرنا نطور من رياضة الفنون القتالية المختلطة، طبعا هي اكتر رياضة ليدنج ومنتشر على مستوى العالم من اكتر من 20 سنة، فتقدم كبير جدا لينا وفرصة يستحقها الابطال المصريين اللي موجودين بالتواجد في مهرجان العالمين. استاذ مصطفى عايزه اعرف، انتوا طبعا انا عارفه ان انتوا بتحضروا للبطوله دي في 3 شهور قبل البطوله، فعايزه اعرف الكامب كان فيه ايه، المراحل اللي عدى بيها اللاعبين علشان يوصلوا لهذه البطوله ويبقوا برضو على المستوى اللائق في التحدي وفي مواجهه اللاعبين الدوليين. بص، هو في التباس يمكن عند بعض الناس ان احنا كبطوله قضيه احنا بندرب اللعيبه، لا احنا ما بندربش اللعيبه، احنا بطوله للمحترفين فقط. عشان تشترك معانا لازم تكون مارست نزالات قبل كده ويكون عندك 18 سنه عشان تلعب على مستوى الاحتراف. احنا عندنا 3500 فايتر من جميع انحاء العالم، من مصر ومن كافه الدول الاوروبيه والامريكيه والدول العربيه كمان. ان شاء الله احنا عندنا الحدث بتاع بكره ده هيكون 12 نزال نار من 24 مقاتل. واضح بجد. ان شاء الله بجد يعني ادرينالين رش زي ما بيقولوا، حماس منقطع النظير. كل الناس اللي هتتفرج علينا هتستمتع جدا وهيكتشفوا ان رياضه الفنون القتاليه المختلطه هي اكتر رياضه فعلا تخليك تقدر تحافظ على نفسك، وعكس ان هي تبان عنيفه بالعكس هي تعدي اعصابك وبتاخد منك كل الطاقه السلبيه. فعندنا 12 نزال بين 24 مقاتل، 11 مصري 13 اجنبي من دول البرازيل وروسيا ونيجيريا وتوجو والسودان والمغرب والجزائر. ده يخليني انتقل لنقطة مهمة جدا وهي بيتم اختيار اللعيبة ازاي؟ يعني انا كنت في المؤتمر الصحفي دلوقتي شايفة حضرتك بتتكلم عن قدرات اللعيبة، في قدرات هايلة وفي كنت بتتكلم على اللعيبة ان ممكن يكون شكلهم باين ان هو قوي جدا لكن قدراتهم ضعيفة في الملعب، بيتم اختياركم ازاي وايه المعايير اللي على اساسها بتختاروا اللعيبة في البطولة القائمة؟ طيب زي ما حضرتك قلتي ووضحتي ودي معلومات يعني منبهر ان هي موجودة عندك واني ملمة بالرياضة دي، رياضة الفنون القتالية المختلطة. هي فعلا بتضم 7 ألعاب ما بين وانت واقف فوق على الأرض، البوكسينج والكيك بوكسينج وايفن الماي تاي اللي بتستخدم فيه اللي هي اللعبة آسيوية تايلاندية، تستخدم الكعان والركب وانتوا بتوقعوا بعض في مرحلة الريسلينج أو المصارعة لحد ما تنزلوا على الأرض وتلعبوا بقى، تقدروا تلعبوا الجرابلينج أو البرازيليان جيجيتسو. فهي رياضة بتضم 7 أنواع من الفنون القتالية المختلطة تخليك كومبليت فايتر. احنا بنقيم الفايترز على كذا حاجة، ودي يعني لو احنا النزال ما بيتلعبش على لقب البطوله فبيبقى من 3 جولات، كل دقيقه كل جوله 5 دقائق وفي فاصل ما بينهم دقيقه للراحه. الحكم بيحسب النقاط من درجه 10 على كل راوند، فاللي كسبان يبقى جايب 30 10 في كل راوند. يعني 30 10 في كل راوند، وده اللي على اساسه بيكسب الفايت نفسه. ما في كذا طريقه للمكسب، لو استمروا 3 جولات وبنرجع لقرار الحكام فبيحسبوا النقاط بناء على قد ايه الضرب نزل او لاندد على الجسم او وش الخصم، وقد ايه حقق له من دامج كمان، قد ايه حقق له من ضرر، وبيحسبوا النقاط على كده. وفي طريقه ثانيه ان تقدر تخلص بيها النزال بالكي او قضيه، ان يس نوك اوت اكزاكتلي، فاني اضرب خصمي ضربه قويه تخليه يفقد الاتزان والوعي فيقع، مش الوعي الاتزان فقط يقع. الحكم بيوقف النزال على طول، ما بيستناش زي بقيه الرياضات الاخطر من الام ام اي زي البوكسنج والكيك بوكسنج ان هو يعد عليك العشرة، فبيوقف النزال على طول حرصا على صحه وسلامه المقاتلين بتوعنا. واخر طريقه للمكسب ما
او يمكن ثالث طريقه للمكسب اللي هي الاستسلام، حركه الخضوع على الاستسلام. دي بتبقى اكتر متعلقه بالبرازيليان جيجيتسو، بالجرابلينج. يا اما بقى اخر طريقه خالص لو الخصم انسحب ورمى تقضي عليه. ده حقيقي. طب خلينا نتكلم ان في وجود طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين الاجانب والعرب كمان، فعايزين نتكلم ازاي بتعدوا اللاعبين المصريين علشان يواجهوا ويقدروا ان هم يادوا اداء قوي ويليق بالمصريين امام هؤلاء اللعيبه الاجانب. احنا الفكره جات لنا من الاول ان احنا زي ما شايفين محمد صلاح وقدر الراجل من رجليج انه يطلع ويحقق البطولات دي ويلعب على مستوى الاحتراف ويبقى من ضمن افضل ثلاث لعيبه على مستوى العالم ويستيل كومبيتنج اند هاي ليفل، ان اعلى مستوى في العالم في الدوري الانجليزي، وبقاله عشرات او سنين اكتر من 10 سنين بينافس على مستوى كبير زي ده. فليه لا ما نطلعش 100,000 واحد من محمد صلاح في رياضه الفنون القتاليه المختلطه، خاصه ان عندنا لعيبه اقوياء جدا، لان ربنا هبانا بجسم وبنيان قوي، واللعيبه المصريين يستاهلوا بس الفرصه. فده اللي قاضي عملته، كل اللي احنا عملناه ادينا الفرصه للعيبه اقوياء، وهم اللي بيثبتوا كفاءتهم وجهدهم، وهم يستاهلوا كل خير، وهم فعلا اللي رفعوا اسم قاضيه. والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وان احنا تحت رعاية السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي، ساعدنا ان احنا نسرع البروسيس اكتر من كده شوية. وطبعا تعاوننا مع المتحدة ودانا في حتة ثالثة خالص. اكيد طبعا المتحدة طبعا شركة كبيرة للخدمات الاعلامية، وكمان بتهتم بالرياضة زي ما احنا شايفين وجودكم معانا في المهرجان ده، طبعا اكيد هيبقى اضافة لكل الرياضيين ولكل الاعباء الرياضية. بس خلينا نتكلم عن الفرصة، حضرتك بتتكلم دلوقتي على الفرصة. احنا دلوقتي بنشوف لاعبين دوليين وعالميين زي خبيب، زي كونر ماكريجر، زي تشارلز طبعا ريفيرا طبعا. عايزين نتكلم ليه ما بنشوفش لاعبين مصريين عالميين ويقدروا ينافسوا بره مصر ويرفعوا اسم وعلم مصر بره زي دول بالظبط؟ لا هو حصل بالفعل، بس يمكن الرياضه زي ما قلت لحضرتك هي ابتدت تنتشر من 93 تحديدا، فيعني بقى لها حوالي 25 سنه موجوده، وصلت لنا بس مصر متاخر شويه. اهتمام الشعب المصري يمكن كان متوجه لكرة القدم أكتر من رياضة الفنون القتالية المختلطة، لكن لو اتفرجتوا علينا، لو دخلتوا على صفحات قاضية على السوشيال ميديا أو الموقع الإلكتروني القاضية قاضي MMA.com، هتشوفوا إن في عندنا فايترز جامدين جدا مصريين وأجانب، وفي فايترز مصريين رافعين اسم مصر في كل حتة. مثلا المدير الرياضي عندنا في بطولة قاضية هو إسلام سياحة. اسلام سياحه ده معاه حزام بطوله الامارات، محاربين الامارات في وزن 84 كيلو، وهيكون اول مصري وعربي يلعب في منظمه من تعتبر ثالث اقوى منظمه على مستوى العالم. عنده نزال الشهر الجاي ان شاء الله في لندن، محضر ليه كامب جامد جدا، قاعد فيه 3 شهور في احدى الدول الاسيويه بيحضر. فلا احنا عندنا فايترز كتير جامدين، عندنا محمود سبيع، عندنا حمدي عبد الوهاب في اليو اف سي، فلا في فايترز جامدين، بس يمكن مفتقدين للدور الإعلامي. فده الإضافة اللي جات لنا من المتحدة، إن الناس اهتموا بالرياضة وعرفوا إن في عندهم لعيبة جامدة. أكيد طبعا المصريين كلهم لعيبة جامدة وبيقدروا ينافسوا طبعا في البطولات العالمية وبيثبتوا نفسهم وبيرفعوا اسم وعلم مصر بره مصر وجوه مصر. لأننا نتكلم عن مسابقة أو بطولة 005، وهي مستوى جديد في أو في تاريخ المؤسسة عندكم. لأننا نتكلم عن الفرق ما بين 005 عن البطولات السابقة. الفرق، بصي الحمد لله ربنا كرمنا من اول حاجه عملناها تحت سفح الاهرامات، اول نسخه من بطوله قاضيه، واتقلبت الدنيا عليها بمعنى الكلمه. جالنا حجز كتير قوي، يعني احنا كنا عاملينها بدعوات خاصه بس، فالناس شافوا وعرفوا ان في بطوله قويه جديده ولدت كبيره. خلينا نتكلم برضو، عايزين يعني نقول للساده المشاهدين ايه 005، عايزين نشرحها اكتر للمشاهدين. احنا يعني ان احنا بنوصل رساله للناس ان دي النسخه الخامسه. ليه قلنا 005؟ عشان نفضل مكملين ان شاء الله لحد ما نوصل 999، لحد ما نوصل ل 1000 حدث من احداث قاضيه، واكتر 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 كمان ان شاء الله، كله بدعم جمهورنا وبدعم الدوله ووزاره الشباب والرياضه والشركه المتحده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى القاضي، مؤسس والمدير التنفيذي لبطوله MMA. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا لحضرتك، اتشرفت بيك. درياني فندم. طبعا مهرجان العالمين في نسخته الثانيه مليان بالفعاليات الرياضيه، ودي كانت فعاليه مهمه جدا وهي قاضيه MMA، واللي هتشوفوها بكره ان شاء الله
في فايتس قوية جدا. أنا معاكم لحظة بلحظة نقل كل هذه الفعاليات. I was made for this.